وناموس التلادي ذا لأبناء القبائل محلي فئة المحليات الأصائل والناموس. يا حظ خميس ماجد راشد شفيان المنصوري ب94 درجة. شوط الشراية ذاع لأبناء القبائل عام فئة المحليات الأصائل. ناموس وطن يبقى ناموسه وتثبت على ناموسه مع حميد سعيد السيد سعيد المحرمي ب95 درجة. الشوط لإذاع التلاد لأبناء القبائل المحلي فئة المجاهيم. وينكم وينكم يا المجاهيم؟ والناموس المالك مزعلة حمد مساعد محمد المنصوري ب95 درجة. شوط الإذاع الشراية لأبناء القبائل عام فئة المجاهيم. والناموس في الظفرة ناموس للظفرة مع محمد زايد خلفان المنصوري ب98 درجة. أبتدي بإعلان الشوط الرئيسي ذا لأصحاب السمو الشيوخ فئة المحليات. والناموس لأبو هزاع سمو الشيخ سلطان بن زايد الهيان مع مكيدة حاملة الرقم 1 وأتت في المركز رقم 1. وناموس الشوط الرئيسي ذاع تلاد لأبناء القبائل عام فئة المحليات. ونقول لناموس مهرجان الظفرة ناموس زمت العامر مصبح عامر بن حوير بن منصوري. في الشوط الرئيسي ذاع شراي لأبناء القبائل فئة المحليات الأصائل الشوط العام. الناموس للمعولي مع عزة وتستاهلون يا العمان تستاهلون. عزة لحمد خلفان سيف المعولي ب95 درجة. انتقل لإعلان الشوط الرئيسي لذاع لأصحاب السمو والشيوخ فئة المجاهيم. ناموس في مهرجان الظفرة ناموس مدمرة للأمير خالد بن عبد الرحمن بن خالد بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود 98 درجة. طبعا حاضر معنا في المنصة الرئيسية ومرحبا به ومرحبا بأهل السعودية بين أهلهم وإخوانهم. وإحنا دائما نقول قلبين في جسد. انتقل لإذاعة الشوط الرئيسي لإذاعة تلاد لأبناء القبائل الشوط العام فئة المجاهيم. الناموس لأهل الكويت مع الوافية فهيد علي فهيد الهاجري مالك الوافية وتحمل الرقم 27 ظفرة بناموس. الشوط الرئيسي المفتوح شوط الإذاع الشراية لأبناء القبائل فئة المجاهيم. والناموس في مهرجان الظفرة ناموس يا بن كردوس مالك شفاقة ب96 درجة. سلام يا الظفرة سلام
بكت على الابطان والموقف يبي شد الحزام. سوقوا على الظفره يا ملاك الحلال ووردوا، سوقوا عطايا الله ونصيحه توثقوا اليوم الزحام. يوم العرب تشهد على اللي سرحوا ثم اخروا، لي ما رخص ماله وجهده ما يعوضه الكلام. يا ما عرب ماروا على كسب التحدي وخسروا. إذن أعزائي المشاهدين، نتواجد مع صاحب المركز الأول وناموس شوط المجاهيم شرايا لسن اللقاية في مهرجان الظفرة في دورة الجديدة. معنا صاحب المركز الأول أو صاحب المركز الأول في هذا الشوط طلال سليمان الغنيم، ومعنا وكيل العزبة فهد بنفصلها. ناموس يا أخوي فهد. تستاهل خير، تستاهل خير، نبدأ خشمك. متى تدمن هذا الناموس والإنجاز في مهرجان الظفرة الكبير؟ هدي طال عمرك للملك سلمان وللشعب السعودي كافة، وطلالة الغنيم وكل جماهير العاصمة. يا ما عرب ماروا على كسب التحدي واخسروا. سلام يا الظفرة يا مرت البلبل تمام، سلام يا الظفرة وفد لجدادنا عاشوا عليها ورحلوا. سعود بن طحنون الهاجري والبكره الوافيه ولد اللي انا عمه اللي على يميني، ومبارك له ومبارك لانفسنا ومبارك لكم بعد. من هذا الناموس والانجاز شوط اللقايه شوط قوي، نهديه هذا الناموس لدوله الكويت ودوله السعوديه والامارات. يستاهلون ناموس، ناموس يستاهل خير، يستاهل خير. هذه البكره وسلاله تطلع عمرك؟ سلاله الوافي. انجازات الوافي ابوها عندنا، وانجازات العام ماخذ شوط اللقايه وما عندنا. اي نعم، امها بنت بسربلا. من الناموس تهجون؟ هذه دوله الكويت ودوله السعوديه والامارات والجمهور الوافيه والوافيات كلها. سلطان لا ما تأثر، يا كم
المشاهدين لازم نتواصل معكم وتغطية الخاصة لمهرجان الظفرة وفي عزب المشاركين في هذا المهرجان لعرس التراث الخليجي. نتواجد الآن في مخيم مبارك بن حمود المنصوري وجميع الحمود الله يحفظهم إن شاء الله في هذا المكان الطيب. معنا مبارك بن حمود راعي شيخ المناصير. مسيك الله بالخير والعافية. مرحبا يا. كيف الحال طال عمرك؟ أول عمرك يا مبارك. في البداية حدثنا عن مشاهدة في مهرجان الظفرة لحد الآن من تنظيم ومن مشاركة ومن منافسة بين المشاركين. والله الحمد لله نحن من بداية الظفرة وحن دائما نشارك فيها بجميع الأشواط. والسنة الحمد لله مشاركين في الفردي ومشاركين في المجموع ومشاركين في الست. والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. ودائما نحن في الظفرة كل سنة نحن نشارك في الظفرة والحمد لله. ونحن والجماعة وهذه مزاينة دولتنا. ونحن من الناس اللي الحمد لله نحب المزاينات ونحب المشاركة فيها. أخوي مبارك ما شاء الله شفنا أشواط مرت قوية، أشواط كانت لها طابع الحماس في كل الأثناء من 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 حقائق لين لقايا اليوم. والله الحمد لله نعم الحين شاركنا في اللقايا وشاركنا في الإذاع اليوم وبكرا بعد مشاركين في الثنايا إن شاء الله وفي الحول إن شاء الله وفي المجاميع إن شاء الله والله التوفيق وفي الست والمعطي الله سبحانه وتعالى. الحمد لله نحن دائما نتفاخر بجماعنا هذا اللي نكون فيه نحن وجماعتنا وضيفاننا الكرام. عسى الله يطول عمر معازيمنا ما قصروا لا فينا ولا في اللي جينا. مبارك ما شاء الله أنتم لكم بصمة في كل المهرجانات وفي كل الأشواط. هل لكم نية المشاركة في جائزة الملك عبد العزيز خاصة أنها في نوع بهية جديدة ومواصفات جديدة؟ والله النية موجودة لكن المشكلة أن الوقت متقارب. الحين اللي بيزاين هنا في الظفرة ما يمدي له يوصل خصوصا إذا كان بيروح مشي فما يقدر يوصل خصوصا بعض البل ما قد تحمل من قبل وأنا يبقى لها وقت. المدة هذه ما تكفي المدة هذه لأنها متقاربة المزاينات. طيب مثلا كان أسعار مبارك نسمع هناك مطيهم بعد 7 مليون و6 مليون و5 مليون و4 مليون أنت كمالك قبل وعارف الأشياء هذه هل هذه الأسعار حقيقية؟ والله حقيقية هو الحلال يستاهل في حلال يستاهل مبالغ أكثر من مبالغ هذه. اليوم الناقة تعادل الذهب والزين مطلوب في كل شيء سواء في مطايا مزايا في مطايا ركض في مطايا يعني الناقة بفضل الله الله رافع قدرها وعسى الله يطول عمر معازيمنا. هم اللي خلوا الناقة يرتفع سعرها والسبوق يرتفع سعرها وعسى الله يطول عمرهم. هم الداعمين الأول وهم اللي خلوا الناس كل منهم يروح في من صعود في صعود إن شاء الله. لاحظنا في هذا الموسم وفي مهرجان ظفرة 2017 دخول أسماء كبيرة في المزاين مثل سمو الشيخ مصر بن زايد مثل صاحب السمو الملكي الأمير عبد الرحمن بن خالد بن مساعد وهناك أمراء كثير وشيوخ كثير. ماذا يعني لكم دخول الشيوخ والأمراء في هذه المنافسات؟ والله هذا يعني أنه دعم للمزاين دخول الشيوخ خصوصا مثل الشيخ منصور والشيخ بن سعود هذا كلهم دعم للمزاين والإنسان يطمع أن يكون قدام يصير قدام في المزاين لأنه دخلوا فيه ناس على مستوى وعسى الله يطول عمارهم. نحن يرفعنا ويرفع قدرنا إذا دخلوا في منصور وشبه منصور.